قارئ القرآن، هنيئا لك يا قارئ لسورة البقرة، فهي أعظم سورة في القرآن، خصنا بها المولى تعالى في ديننا من دون كل الأديان. اقرأها كل يوم وسترى، اقرأها كل يوم وسترى عجائب من عجائب الرحمن. قال عنها رسولنا إنها بركة ودرة مكنونة في الأكنان، كل من قرأها مداوما لها حمته من جهنم والنيران. قال عنها رسولنا إنها بركة ودرة مكنونة في الأكنان، كل من قرأها مداوما لها حمته من جهنم والنيران. جاورك الخير في كل خطاك، وتحل الأفراح بقلبك محل الأحزان. تأتيك يوم الحشر كغمامة تظللك يوم لا ينفع مال ولا ولدان. جميلة في كل معانيها، وما أعظم معاني القرآن. جميلة في كل معانيها، وما أعظم معاني القرآن. ستحس بالوحشة إن نسيتها وتجاهلت قراءتها ليوم أو يومان. هي نور يضيء قبرك، وإن جاورتها بآل عمران. فالقرآن منج لصاحبه إن سأله عند القبر الملكان. يقول لست لعذاب ربي له تاركا، حتى أضمن له جنة الخلدان. هنيئا لمن قرأ حروف ربي وأنار حياته طول الزمان. هنيئا لمن قرأ قرآن ربي وأنار حياته طول الزمان، وأنار حياته طول الزمان. هنيئا لك يا قارئ القرآن.